اوكي ست لينا، نحن بنشكر كثير ما يأخذونا الانترنت، الانترنت والاتصالات ما مريحيننا ابدا. ونحن بنسألك بس سؤالين. تفضل. اول شيء حضرتك وعدتنا كل 15 وكل 30، 15 الجاي بيكون مساقب رمضان. حنطلع اونلاين ولا ما رح نطلع؟ لا اكيد انا برمضان بوقف. بتوقفي؟ برمضان للاسف موقف، بس اذا يعني نطلع بنعيد العالم اكيد. بس الاتصالات لا ما بتوقف. من بعد الافطار كانت الناس كلها صحيح. تتصل، اللي بده يتصل فيه دائما من بعد الافطار بتلاقي اتصالات، اذا في شيء يعني ضروري انه الناس بتتصل تتصل الاتصالات ماشي أوكي. لكن التوقعات لبعض التلفزيونات بس بدي اقول لهم انه راح في اكيد مفاجاه انه نكون كمان على التلفزيون بعد العيد. بعد العيد اكيد بعد العيد. على قبل العيد في شيء؟ قبل العيد لا ما في شيء. لا قبل العيد ما في شيء. برمضان بتعرف البروجرامات التلفزيونات كلها بتوقف. طيب. بس عندي هلا حلقات بالقاهره، عندي هون بلبنان. عظيم. هلا بحال ما كان في تلفزيون حلقه تلفزيونيه قبل ما يبلش رمضان، بعدين انا بدي اوعد المشاهدين، كنت انا بدي اعمل كتاب. نعم. وهيدا الكتاب بيضمن توقعاتي من هون ل 50 سنة اللي جاي. نعم. فأنا بوعدهم إنه بكل حلقة رح مرق لكم الكتاب، هلا وقفته، رح مرق لكم أربع خمس توقعات من هيدا الكتاب اللي أنا مخبيته بهالخزنة. توقعات مهمة بالعالم مثل ما بيقولوا. نعم. توقعات ماني قايلتها قبل على التلفزيون يعني. عظيم. بعد بس توقعات هيك حيعملوا بتخوف امبلي طيب بس انا كنت عم بسألك انه اذا ما كان في عندك حلقة تلفزيونية قبل ما يبلش رمضان، حنطلع اونلاين؟ رمضان ببلش. انا قصدت انه اسألك كده السؤال، نحن ما بالمبدأ نطلع نطلع قبل ما قبل ما يبلش الشهر. اوكي alright. بوعدكم انه بطلع. وبتطلعي ديون. وشكرا لكم كثير، شكرا اللي بيحبني، وشكرا على اللي بيحبوني واللي ما بيحبوني. انا بحبكم كلكم، انا بحب كل الناس، ما بكره حدا، ما عندي الا كل محبه وسلام لكم. وان شاء الله التوقعات الحلوه المنيحه يا رب تصير للعالم والسلام، والتوقعات السلبيه ان شاء الله ما تصير، انا قبلانه. شكرا ست ليلى.